حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. بعد التحية دكتور، كيف كانت استجابة مملكة البحرين لجائحة كورونا؟ أول شيء مساكم الله بالخير، ويعني في البداية أود أن أرفع إلى مقام جلالة الملك المفدى وإلى مقام سيدي سمو العهد الأمين رئيس الوزراء وشعب البحرين الوفي أسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى. الله يحفظ البحرين وأهلها إن شاء الله دائما. طبعا بالرجوع إلى السؤال، اتخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها يعني عدد من الإجراءات، وهذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن رسميا عن تفشي طبعا فيروس كورونا 19 بأنه اعتباره وباء عالميا 12 مارس 2020. نعم. وتم رفع طبعا درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا منذ ظهوره، وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبعا المدروسة، والتي أسهمت في حد كثير أو كبير من في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة عن جراء هذا الفيروس. كانت الصراحة وما زالت رؤية حكيمة لحكومتنا الرشيدة وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين أبو القائد الأعلى رئيس الوزراء، بصراحة للفريق الوطني للتصدي جائحة كوفيد 19 في وهي أعتقد هذه القيادة هي حجر الأساس والركيزة الصلبة لتبني أو لتبوء البحرين أو مملكة البحرين لعدد من السياسات طبعا في النهج الحكومي المتكامل في التعامل مع هذه الجائحة. نعم. تم تشكيل الفريق الوطني المتعدد التخصصات بهدف مواكبة المستجدات طبعا العالمية، ووضع الأدلة الإرشادية للبروتوكولات والوقوف على كافة الاحتياجات من طبعا مستلزمات طبية ووقائية وعلاجية، وهذا الصراحة ما وضع مملكة البحرين بمصاف الدول التي تمت الإشادة طبعا بجهودها في مواجهة هذه الجائحة. يتم طبعا تركيز الجهود الوطنية بمختلف قطاعاتها نحو السيطرة على الجائحة والحد من انتقال العدوى وخفض أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد 19، وتم إطلاق حملة وطنية توعوية والكل عامة يعني درى فيه في هذه في مملكة البحرين موجهة للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام طبعا المسموعة والمرئية والمقروءة مختلف اللغات. نعم. بالإضافة للعديد من النشرات والمطبوعات والمحاضرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، وذلك يعني هدفها الرئيسي تعزيز الوعي المجتمعي حول طرق انقاذ او انفاذ اجراءات الوقائيه الاحترازيه، وكذلك تم تدشين مراكز للفحص ووحدات متنقله للفحص العشوائي المجتمعي وتوفير مراكز ومرافق للعزل والحجر والعلاج وتفعيل سياسات اللوائح الصحيه الدوليه واليات تتيح يعني او اليات لتتبع اثار المخالطين، وتم فرض بعض القيود على يعني على السفر، وتم اغلاق المدارس والجامعات والغاء الفعاليات المجتمعيه، ولكنها كانت مدروسه وكانت نعم. يعني على حسب المعايير اللي وضعت من قبل الفريق الوطني. نعم دكتور وليد، كيف حافظت البحرين مملكه البحرين في استدامه الخدمات الصحيه الاساسيه؟ انا اعتقد البحرين فعلا نجحت في استدامه الخدمات الصحيه الاساسيه، حيث ان اول في بدايته الموضوع بان تم توفير الطاقه او خلينا نقول الاستيعابيه للاسره بزياده وليست استخدام ما كان هو يعني متوفر او متواجد في مملكه البحرين. مثالا على ذلك مثلا عدد الاسره زاد باكثر من حوالي تقريبا 6000 سرير. نعم. من قبل العلاج والعزل ويعني المتابعه، فانشئت مراكز كثيره وخدمات كثيره بحيث انه ما تتاثر الخدمات اللي هي اليوميه اللي تقدم حق المرضى. وهناك خدمتين بغيت اتكلم عنهم وهما خدمه التطبيق عن بعد اللي هي طبعا تمثل في تقديم استشاره طبيه بواسطه تقنيه الاتصال المرئي، اذ انه في اطار تطبيق الاجراءات الاحترازيه التي تم اتخاذها مملكه البحرين والحرص على سلامه وتلقي الخدمات، صارت هناك خدمه التطبيب عن بعد لتقديم الاستشارات بتقنيه الفيديو والهاتف بدلا من الذهاب للمرافق الصحيه. وهدفت هذه الخدمه الى تقليل الاختلاط قدر الامكان الحالات التي يمكن خدمتها عن بعد.
وكذلك هناك خدمة أخرى، بأن تم طبعا استحداث خدمة توصيل الأدوية للمرضى اللي إلى منازلهم. طبعا كان ذلك الهدف الرئيسي من ضمان صحة وسلامة وراحة المرضى والمراجعين، لتصل الوصفة الطبية من الأدوية للمريض إلى منزله. أعتقد مثل هذه الإجراءات وإجراءات كثيرة متوحدة مع بعضها بعض أسهمت إسهام كبير ونتج عنها نجاح استدامة الخدمات الصحية الأساسية من دون تتأثر مع هذه الجائحة، واللي الحمد لله رب العالمين الله نعم علينا بهذه الخدمات ووجودها بتواصلها، وذلك بالدعم اللامحدود اللي حصلنا من قيادتنا الرشيدة. نعم سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.